كمصري بحب الرياضة، وطبعاً كشركة فودافون جددنا عقد الشراكة بتاعنا لأن احنا فخرين ان احنا نبقى جزء من ده. احنا الحمد لله علاقتنا بمنتخب اليد علاقة قوية جداً، هم فعلاً مسمعين جداً عند الشباب الصغير. والله احنا فخورين أصلاً ان احنا عرفنا نعمل حاجة زي كده، لأن احنا فرحانين جداً بيهم. كمصري بحب الرياضة، وطبعاً كشركة فودافون من أهدافنا الأساسية ان احنا ندعم المواهب الناشئة، وطبعاً دي فرقة فخر مصر كلها. فخورين جدا ان احنا نعمل مجهود صغير قوي ان احنا نساعد ناس بالولاء دوت وبالتركيز ده ان هم يحققوا اهدافهم. فطبعا فخرين ان احنا نبقى جزء من ده. احنا الحمد لله علاقتنا بمنتخب اليد علاقة قوية جدا، وبالجهاز اللي قائم على النجاح دوت جددنا عقد الشراكة بتاعنا لان احنا عارفين ان احنا عندنا اولمبيات قادمة فيريسون، وعندنا بعدها كاس عالم. فاحنا حبينا نجدد الثقة في ان احنا محتاجين نفضل دايما في ظهر المنتخب، وبنحاول طبعا نقدم اي دعم نقدر عليه ليهم. هم ما شاء الله عليهم مش محتاجين دعم كتير، هم موهوبين ومجتهدين. علي زين طبعا لعيب ممتع وكلهم موهوبين بصراحة، مش قادر اقول واحد، كلهم لعيبة موهوبين جدا جدا. وانا عشان كنت بقولك بلعب اللعبة شايف حجم التطور اللي حصل في اللعبة مع المنتخب ده بالذات. يعني الموضوع بدأ من زمان جدا، من ايام ما كان كابتن عمرو لسه بيلعب، واحنا عندنا انجاز في كره اليد. انا بيتهيالي المنتخب ده احسن تطور وصلنا له في خلال السنين اللي فاتت. طبعا بحب الرياضه جدا، بس بطلت من زمان بقى، وكان عندي اصابه في الاخر قويه شويه فما عرفتش اكمل. فكنت بلعب سنتر هاف، وما كنتش جامد قوي يعني زي الشباب دول، فيعني كنت على قد. ابني بيلعب حاجات تانية، بس ابني لاول مره يعني يبقى مهتم بحاجه احنا بنعملها في الشغل، كان مهتم بالموضوع ده. فيعني هم فعلا مسمعين جدا عند الشباب الصغير، شايفينهم قدوه، ودي حاجه انا بقول لك يعني ده من الاسباب اللي مخلينا كفودافون مهتمين بالشراكه دي، لان هم فعلا شباب ملهم قدر يحقق هدفه في السكوت في صمت من غير ما نسمع دوشه كتير. وده ملهم للشباب الصغير كتير جدا، ان انت لو عندك هدف تقدر تتميز وتتميز على مستوى عالمي مش بس مستوى محلي.